حبايب قلبي، طلاب بريبهم في كل مكان، اهلا بكم. معكم مستر محمد سعيد، والله نقوم النهارده بشرح حلقه جديده من منهج بريب 1 جيومتري. حلقه النهارده بنتكلم على ذا تريانجل. التريانجل كنا احنا واخدين قاعده او خاصيه بنحل فيها او بنحل بيها المسائل اللي فاتت، كانت بتقول انه ذا سم اوف ذا ميجرز اوف انتيريور انجلز اوف ا تريانجل از 180. يعني اي تريانجل في العالم الانتيريور انجلز بتوعه، طبعا هو بيتكون من 3 انجلز، الانجلز كلها مع بعض لما اعملها بلس كانت بتكون ايكوالز 180 ديجري، ودي كنا متفقين عليها من زمان جدا يعني. فلما كان بيديني سؤال بسيط بهذا الشكل وبيقول لي ان انا عايز ميجر اوف انجل اي واي اكس، اي واي اكس هي الانجل اللي احنا عاملين عليها كيرف باللون الاحمر، الانجل دي تحديدا انا عشان اجيبها هي واضح قوي ان هي نفس الانجل بتاعت السي، لان انا معايا حرف اف على هيئة كورسبوندنج اللاين ده كده مع اللاين ده كده مع اللاين اللي بيبقى كونستراكشن بتوين ذم او اللي لايز بتوين ذم اللي هو الخط ده كده، وبالتالي واضح جدا ان الانجل دي كل الانجل دي في وضع الكورسبوندنج انجلز عشان هما بارلل. طيب دلوقتي يا مستر، مش صعب عليا خالص ان انا اجيب الانجل اللي هي انجل سي، لان انا معايا انجل اي بقيمة معينة، معايا انجل بي بقيمة معينة، اقدر اجيب السي بمنتهى البساطة. طبعا احنا كنا بنكتب بروف ازاي بقى يا مستر؟ كنا بنقول له سينس انه السم of interior angles of the triangle اللي هو اسمه ABC، ال interior angles بتوعه يا مستر كانوا بيكونوا equals 180 degree، يبقى therefore انه measure of angle C كانت هتكون equals 180 minus 75 plus 60. فالإجابة هنا حبايبي دول مع بعض ب 115 اللي هو 60 plus 70 equal 130، لا 135 طبعا. فالإجابة هنا في الآخر هتدينا 45 ديجري. طيب واضح جدا إنه زي ما أنا قلت إن أنا هقوله سنس إن ده parallel ده الأول، سنس إنه XY parallel لل BC، يبقى ساعتها therefore التو انجل اللي انا عامل عليهم كيرف باللون الاحمر اللي هم في وضع الكورسبوندنج اللي هو ميجر اوف انجل سي هتكون ايكوالز ميجر اوف انجل اي واي اكس، وهما الاثنين يا مستر هيكونوا عباره عن 45 ديجري لان هم جايين عن طريق الكورسبوندنج انجلز. اوكي هنخش مع بعض يا حبايبي على الجزء اللي بعده ونشوف مع بعض بيتكلم على ايه. الراجل ده بيقول لي ان انا عايز اعرف ميجر اوف انجل ايه بكام. طيب دلوقتي يا حبايبي لو انا هتعامل مع الترينجل الصغير ده كده، هو هنا بيقول لي انه البي ام بيعمل بايسكت للبي فيخليني الاكس دي زي الاكس دي او الانجل دي زي الانجل دي، ومعايا ام سي بيعمل بايسكت للسي فيخليني دي ستار ودي ستار او ان الانجل دي زي الانجل دي. فانا دلوقتي عايز ميجر اوف انجل ايه. الموضوع ده يا مستر هجيبه ازاي؟ تعالى كده يا حبايبي مع بعض واحده واحده. هنتعامل مع الترينجل الصغير ده يا بابا، هنقول له يا مستر سينس انه السم اوف انتيريور angles of التريانجل اللي هو اسمه ام بي سي، الانتيريور انجلز يا مستر بتوعه ب 180 ديجري، فانا ممكن اجيب الانجل اللي انا كاتب عليها نمبر 1 دي مع الانجل اللي انا كاتب عليها نمبر 2 دي، اجيبهم هما الاثنين مع بعض واشوفهم بكام. يبقى therefore ركز معايا، measure of الانجل اللي هي اسمها ام بي سي بالاضافه الى ميجر اوف انجل ام سي بي، الانجل اللي بالكيرف الاحمر
بالإضافة إلى الأنجل اللي بالكيرف الأزرق، هما الاتنين مع بعض هيكونوا عبارة عن 180 minus ال 125. فالإجابة بتاعتي يا حبيبي هتدينا 55 degree. خلي بالك ال 55 degree دي هي بتاعت مين بالظبط؟ بتاعت الأنجل اللي باللون الأحمر مع اللي باللون الأزرق. طب ما هو ما دام أنت بقى قايل لي يا مستر، نقول له كده سنس، ما دام انت قايل لي ان البي ام بيعمل لي بايسكتس للانجل اللي اسمها اي بي سي، ومعايا برضو سي ام بيعمل لي هو كمان بايسكتس للانجل اي سي بي، فيا حبيبي لما يكون معاك الاحمر مع الازرق الاتنين دول ب 55، يبقى برضو الاحمر من هنا مع الازرق من هنا هما كمان ب 55. يعني انا معايا الاتنين اللي من تحت دول 55، والاتنين اللي من فوق دول هما كمان ب 55. يبقى اللي انا هستنتجه من خلال الموضوع ده يا مستر انه therefore بقى هستنتج ان الميجر بتاعت البي كاملة بلس الميجر بتاعت السي كاملة الاتنين مع بعض هيكونوا عبارة عن 55 بلس 55. فالإجابة هنا يا مستر هتدينا 110 ديجري. هنيجي بقى نطبق إن إحنا نجيب الإيه، سهل خالص دلوقتي. هنقول له سنس إنه sum of the interior angles of the triangle الكبير خالص اللي هو اسمه ABC، الـ interior angles بتوعه ب 180 ديجري. يبقى therefore انه measure of angle A هنا اقدر اجيبها عن طريق 180 minus ال B مع C اللي هما كانوا ب 110. فالاجابة في النهاية خالص يا مستر هتدينا 70 degree. ده بالنسبة للسؤال ده يا حبايبي. الجزء اللي بعد كده يا حبايبي بيتكلم على نقطة مهمة قوي، بتقول لي ايه النقطة دي ونركز مع بعض فيها. تعالوا كده نقرأ الثيرم بتاعتنا. بتقول لي the measure of exterior angle of a triangle. بيقول لي ايه بقى؟ بيقول لي انا معايا كلمة exterior angle يا حبايبي معناها انجل خارجية، الانجل الخارجية بالنسبة لتريانجل معين بتكون مالها؟ بتكون is equal to، بتكون equal مين؟ بتكون equal ال sum of measures of its non-adjacent interior angles. يعني ايه يا مستر الكلام ده؟ حبيبي انت معاك تريانجل دلوقتي اللي هو باللون الاحمر ده كده، تريانجل اللي باللون الاحمر ده يا بابا فيه هنا انجل خارجية بالنسبة له، اللي هي الانجل اللي انا عامل عليها كيرف باللون الازرق دي كده. الانجل اللي بالكيرف الازرق بتعتبر انجل خارجيه بالنسبه للتريانجل، لان خلي بالك انا مديت الخط اللي اسمه سي بي على استقامته، فخلالي ان الانجل اللي بالكيرف الازرق مع الانجل اللي جنبها دول ادجسنت انجلز على نفس الستريت لاين. المهم بقى يا بابا ان الانجل اللي بالكيرف الازرق دي بيقول لي ان هي بتكون ايكوال تو انجلز جوه بس ما عدا اللي جنبها. يعني يا حبيبي ميجر اوف الانجل اللي باللون الازرق اللي هي اسمها اي بي دي هتكون ايكوالز تو انجلز من جوه ما عدا اللي جنبها، يعني ايكوالز ميجر اوف انجل اي بلس ميجر اوف انجل سي. خلي بالك ان انا ممكن اعمل لك واحده تانية عشان ما نكونش حافظين نكون فاهمين. لو نفترض ان احنا معانا تريانجل بهذا الشكل، التريانجل ده وليكن ان احنا مدينا الخط ده على استقامته كده، وهنا دي كانت اسمها اكس واي زد، ودلوقتي الانجل او في هنا بوينت معينه اسمها او مثلا. دلوقتي الانجل الخارجيه بالنسبه لي هي الانجل اللي انا عامل عليها كيرف باللون الازرق دي كده، اسمها ايه؟ اسمها ميجر اوف الانجل او اكس زد، هتكون ايكوال ذا سام اوف تو انجلز نون ادجسنت، يعني الانجل اللي جنبها ماليش دعوه بيها الاتنين التانيين بقى اللي هما الواي مع الزد.
هتكون equal measure of the angle z plus measure of the angle y. الحاجة اللي بعد كده يا حبايبي بتقول لي انه if the measure of an angle in a triangle equals the sum of measures of two other two angles then this triangle is right angled. يعني ايه؟ ده ملوش علاقة بالاكستيريور خالص اللي انا بشرحه. هو بيقول لك انه نفترض انت معاك تريانجل معين، التريانجل ده لو انا اكتشفت، هو بيقول لك بقى لو انت اكتشفت ان في ان انجل، انجل معينة في تريانجل معين، لقيت ان الانجل دي تحديدا بتكون ايكوالز السم بتاع الاذر تو انجلز، يبقى ساعتها التريانجل ده هيكون از رايت. اي تريانجل في العالم يا حبايبي مكون من 3 انجلز. اعيد تاني، اي تريانجل في العالم مكون من 3 انجلز. لو انا اكتشفت ان في انجل معينه من ال 3 انجلز اكتشفت ان هي ايكوال السم بتاع الاثنين التانيين، يبقى ساعتها التريانجل ده نوعه اسمه رايت انجل. اتفقنا يا حبايبي؟ ف يعني غالبا هتكون كده ان دي 45 ودي 45 ودي 90، ان في تو انجلز ايكوال التالتة، الصم بتاعهم ايكوال التالتة، يعني 45 بلس 45 ايكوال 90، فساعتها التريانجل ده هيكون از رايت. اوكي، ده سؤال معانا يا حبايبي بهذا الشكل، عايزين مع بعض نحل. اول حاجة هو طالب مني هنا ايه؟ بيقول لي عايز الميجر بتاع الاي بي سي. اي بي سي، طيب تعال نشوف فين مكان الانجل دي تحديدا عشان اجيبها. اهو يا مستر، اي بي سي. اذا انا دلوقتي عاوز الانجل اللي انا عامل عليها كيرف باللون الاحمر دي، عايز اعرف هي بكام بالظبط. دلوقتي يا حبايبي السؤال ده ممكن يتحل معايا بطريقتين، يا اما ان الاكستيريور انجل دي كده هتعتبر ايكوال السم بتاع تو انجلز جوه الترينجل الكبير ما عدا اللي جنبها، يعني ال 150 دي المفروض ان هي هتكون ايكوال ال 80 مع البي، الاثنين مع بعض دول المفروض ان هم ايكوال 150 على حسب نص القاعده اللي احنا واخدينها. تعالوا نطبق القانون بتاعنا اللي لسه قايلينه، واقول لك في الاخر الطريقه الثانيه اللي ممكن الطلبه تعملها اللي هي برضو هتكون صح هي عباره عن ايه. اول حاجه يا مستر، احنا لما نيجي نكتب البروف هنا احنا هنقول له سنس انه الميجر اللي هي اسمها دي سي اي او دي سي اي، اوكي الاثنين صح، هنقول سنس ان دي از اكستيريور، اكستيريور انجل، دي تعتبر اكستيريور انجل اوف، حدد الترينجل اللي انت بتشتغل عليه، اوف الترينجل الكبير خالص اللي هو اسمه اي سي بي. ايه اللي بستفاده من المعلومه دي على نص الثيرم اللي احنا كنا واخدينه من شويه؟ ان الانجل دي تحديدا اللي هي اسمها دي سي اي كانت بتكون ايكوالز تو انجلز جوه ما عدا اللي جنبها، يعني ايكوالز ميجر اوف انجل اي بلس ميجر اوف الانجل اي بي سي زي ما هو قايل كده، او ممكن نقول له بي، يعني سواء كتبت بي او كتبت القيمه دي الاثنين صح. فخلينا نكتب زي ما هو كاتب، يعني اللي هي اسمها اي بي سي. طيب يبقى ده في منتهى البساطه ان ميجر اوف الانجل اي بي سي ده انا اقدر اجيبها عن طريق ان انا اقول 150 ماينس ال 80، فالاجابه يا مستر بتاعتي في النهايه خالص هتدينا 70 ديجري. طيب يعني معنى كده انا جبت الانجل بتاعتي. ممكن واحد تاني يقول لي ايه يا مستر؟ يقول لي يا مستر انا مش هستخدم الاكستيريور دي خالص. هقول له ازاي؟ هيقول لي يا مستر انا اول حاجه هجيب الانجل اللي انا عامل عليها كيرف باللون الازرق دي كده. هقول له سنس ان دي بيلونج للبي سي، يعني بصوا خلينا نكتب الطريقه التانيه كده باللون الازرق عشان الطريقه الافضل والاريح بالنسبه لك حل بيها. ممكن واحد يقول لي يا مستر لا انا هقول له سنس ان دي بيلونج للبي سي، واللي انا هستنتجه من كده او برضو بالاضافه لانه الميجر بتاع البي سي دي
البي سي دي اللي هم على نفس الستريت لاين، الانجل دي تحديدا عبارة عن 180 ديجري، فاللي انا بستفاده من كده او اللي هي ما بين قوسين كده is straight angle، straight angle. فاللي انا بستنتجه من كده يا مستر انه الميجر بتاع الانجل اللي اسمها اي سي بي، محدش يقدر يقول لي هنا سي لان السي بتنقسم لتو انجلز، ما ينفعش واحد يقول لي هنا سي هقول له غلط. الميجر اوف اي سي بي هنا يا مستر هتتجاب عن طريق 180 ماينس ال 150، فالاجابه هنا اصبحت 30. ثم تقول لي بقى سنس انه السم اوف الانتيريور انجلز اوف التريانجل الكبير اللي هو اسمه اي بي سي ايكوالز 180 ديجري، يبقى زير فور ان الميجر اللي احنا عاوزينها بقى اللي هي اسمها اي بي سي معانا واحده ب 80 ومعانا واحده ب 30، فهقول له 180 ماينس ال 80 بلس ال 30 فهتدينا في الاخر 70. اوكي، سواء اللون الاحمر او الازرق اشتغل باللي يعجبك. هنا الراجل ده عاوز مني ايه تاني؟ بيقول لي ميجر اوف انجل بي اي سي. طيب هي فين يا مستر الانجل اللي الراجل ده محددها؟ بي اي سي. اذا انا عايز الانجل يا مستر اللي احنا عاملينها باللون الاسود دي كده، انا دي انا عايز اعرف اجيبها بالظبط. طبعا انا ممكن اطبق قاعدة الاكستيريور تاني. ازاي؟ خلي بالك ان انا برضو هكمل حل المسألة باللون الازرق ده طريقة وده برضو طريقة، ماشي. هنا ال 150 تعتبر اكستيريور بالنسبة للتريانجل ده، بس قبل ما اعمل كده هو المفروض ان انا اجيب الستار بتاع البي. يعني انا اول حاجة هنا هنقول له سنس ان الخط بتاع البي اي ده يا مستر مادام هو بيعمل لي باي سيكتس للانجل اللي اسمها اي بي سي، هستنتج من كده يا مستر ان انا اقدر اجيب الانجل اللي بالكيرف الاخضر. يبقى معنى كده يا مستر ما هو انا معايا بي كلها على بعض ب 70، يبقى therefore measure of الانجل اي بي سي هتكون عبارة عن 70 over 2، فهتدينا يا مستر 35 ديجري. ساعتها بقى هنطبق قاعدة الاكستيريور تاني، نقول له سنس انه الميجر بتاع الانجل اللي اسمها دي سي اي دي بتعتبر از اكستيريور اكستيريور انجل اوف الترينجل بقى الصغير اللي هو اسمه سي اي بي. فساعتها زيرفور انه زي ما قلت ان الاكستيريور دي هتبقى ايكوال الاثنين اللي جوه اللي هو الاسود مع الاخضر، فيبقى ميجر اوف الانجل اللي بالكيرف الاسود بقى اللي احنا عايزينها اللي هي اسمها بي اي سي هتتجاب عن طريق ان انا هقول له 150 ماينس بقى الكيرف الاخضر اللي هو احنا جبناه ب 35 دلوقتي، فالاجابه هتدينا 115 ديجري. اما لو واحد كان بيحل لي بالطريقه اللي هي باللون الازرق، احنا جبنا مع بعض انه الاي ده برضو دي لازم ندخل برضو بايسكت فيها، يعني اقول له سنس ان بي اي يعتبر بايسكت، فالانجل بقى اللي هي برضو اي بي سي هتكون عباره عن 70 اوفر 2 فهتدينا 35. خلي بالك احنا من الطريقة التانية احنا كنا جبنا اصلا الكيرف الازرق جبناه، والكيرف الاخضر دلوقتي جبناه، فاضل الكيرف الاسود. بس قبل ما اجيب الكيرف الاسود هنقول له سنس ان سام طبعا اوف انتيريور انجل اوف التريانجل اي بي سي ايكوالز 180 ديجري، يبقى ساعتها زير فور انه الميجر بتاع الانجل بقى اللي احنا عاوزينها اللي هي اسمها بي اي سي هتتجاب طبعا 180 ماينس هنفتح براكتس اللي هتصير برضو عبارة عن 115 ديجري. خلي بالك انه مش ده الحل في الامتحان، انت بتحل يا اما بالطريقة اللي باللون الاحمر او الطريقة اللي باللون الازرق. حل بالطريقة اللي تعجبك، واي طريقة فيهم انت فهمتها حل بيها.
هنخش مع بعض يا حبايبي على السؤال اللي بعده. هو بيقول لي هنا بروف ذات، اثبت ان في خطين معينين بيكونوا بارالل، يعني الخط ده كده اللي هو اسمه دي اي هيكون از بارالل للخط بتاع البي سي. الخطين دول انا عشان اثبت ان هما بارالل لازم اطلع تو انجلز في وضع الانتيريور او في وضع الالترنيت او في وضع الكورسبوندنج. واضح جدا 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 ان لو انا جبت الانجل اللي هي بتاعت السي دي كده واكتشفت ان دي بلس دي يدونا 180 في وضع الانتيريور، يبقى الخطين المتكونين اللي هما الخطين دول طبعا من خلال حرف يو اهو، لو جيت وصلت ما بينهم كده هيعمل لك حرف اليو، فساعتها ده هيكون بارلل. فانا دلوقتي اهم حاجة ان انا اجيب سي، ومش صعب عليا خالص ان انا اجيب سي، يعني احنا هنقول له سنس ان سم اوف انتيريور انجلز اوف التريانجل اي بي سي، الانتيريور انجلز بتوعي يا مستر عبارة عن 180 ديجري، therefore ان الميجر بقى بتاع السي هنجيبها عن طريق 180 minus ال 52 plus ال 64، لان انا بتعامل مع الترينجل الكبير خالص، وبالتالي الاجابه بتاعتي هتدينا 64 ديجري باستخدام الكالكوليتر. دلوقتي انا اكتشفت اكتشاف مهم ان لما امسك الانجل بتاعت الدي اي سي، محدش يقول لي ايه لان هقوله غلط، الانجل دي تحديدا لما اعملها مع السي والاتنين مع بعض الاقيهم ب 180 يبقى هما في وضع الانتيريور، يعني انا هنا اقول له سنس اني اكتشفت ان ميجر اوف سي دي لما اعملها بلس مع ميجر اوف الدي اي سي، الاتنين لما اعملهم بلس بعض اكتشفت ان هما عبارة عن 180 فعلا، لان لما اجي امسك 64 واعملها بلس مع ال 116 بالفعل هلاقي ان الاجابه بتاعتي 180، وهما دلوقتي يا مستر في وضع الانتيريور، في وضع الانتيريور انجلز، فساعتها الخطين المتكونين من خلالهم ار بارل، يبقى ذيرفور انه ال دي اي هيكون بارلل يا مستر لل بي سي. اوكي الجزء اللي بعد كده حبايبي بيقول لي هنا ايه، يقول لي find the measures of the angles of the two triangles اللي هم مديهم لي. كلمة angles معناها جمع، يعني انا عايز جميع الانجل المتواجدة في التريانجل اللي فوق والتريانجل اللي من تحت. طبعا واضح جدا ان انا اقدر اجيب الانجلز كلها اصلا اللي موجودة معايا هنا. اول حاجة حبايبي لو انا عايز اجيب الانجل اللي بالكيرف الاحمر دي سهله خالص ان انا اجيبها، تعالوا نجيبها. انا اقول له سنس ان الاف بيلونج للبي اي، وانه الميجر بتاع الانجل اللي اسمها بي اي اف دي المفروض ان هي از ستريت، ستريت انجل. استنتج من كده ايه بقى يا مستر؟ اللي انا بستنتجه من كده يا مستر ان انا اقدر اجيب الانجل اللي بالكيرف الاحمر ميجر اوف انجل سي اي بي يا مستر هتتجاب عن طريق 180 ماينس 110، فهتكون عبارة عن 70 ديجري يا مستر. دي كده مع بعض اول انجل احنا عرفنا نجيبها. سهل جدا يا مستر جدا ان انا اجيب الانجل اللي بالكيرف الازرق دي كده، عشان واضح ان هما الاتنين قصاد بعض، فدول اسمهم vertically opposite angles. يبقى نقول له therefore انه الميجر بتاع السكستي اسمها ايه بالتلات حروف، اسمها اي سي دي، هيكون equals الانجلز اللي قصادها او الانجل اللي قصادها اللي هي اسمها بي سي اي او اي سي بي، هما الاتنين يا مستر هيكونوا عبارة عن 60 ديجري عشان هما حاجة اسمها vertically opposite angles. مش صعب عليا خالص يا مستر
ان انا اقدر اجيب الانجل اللي بالكيرف الاخضر. ليه؟ لان الاحمر معايا والازرق معايا ومعايا التريانجل الانتيريور انجلز بتوعه ب 180. يبقى انا هنا يا مستر هقول له ساينس انه السم اوف الانتيريور انجلز اوف التريانجل اللي هو اسمه سي اي بي الانتيريور انجلز بتوعه ب 180 ديجري. يبقى ساعتها الزيرفور انه ميجر اوف الانجل بي نقدر نجيبها عن طريق 180 ماينس ال 60 بلس ال 70، لان الاحمر جبناها ب 70 والازرق جبناها ب 60. اذا البي اللي هي باللون الاخضر هتكون عبارة عن 50 ديجري. كده احنا جبنا كل الانجلز اللي موجودة في الترينجل اللي من تحت. طيب هل صعب عليا يا مستر ان انا اقدر اجيب الانجل اللي بالكيرف الاحمر دي؟ لا. ليه؟ لان انت معاك حرف الزد. بص يا حبيبي كده، حرف الزد الدي مع الاي والاي مع الاي ثم الاي مع البي كده، ده واضح جدا انه حرف الزد، وفي اصلا حاجتين بارلل على الخط بتاع الزد نفسه. يبقى الانجل دي مع الانجل دي ايكوال بعض عشان هما عن طريق الترنيت انجلز. بس قبل ما انا اقول كده لازم اكتب البارلل. يعني هنقول له سنس ان احنا معانا اي دي از بارلل تو بي اي، ما دام احنا معانا الخطين بتوع حرف الزد بارلل، يبقى ذيرفور ان الميجر بتاع الكيرف الاحمر الاولاني اللي هو اسمه سي اي بي هيكون ايكوالز. هنا نقدر نقول اي على طول، ان هي مش بتتفرع لكذا انجل، هي انجل واحده بس. ايكوال ميجر اوف انجل اي، وهما الاثنين يا مستر هيكونوا عباره عن 70 ديجري. ليه؟ عشان هما جايين عن طريق الالترنيت. ممكن على فكرة اقول له انه الميجر بتاع البي اللي هي بالاخضر دي كده هي كمان هتكون ايكوال الميجر بتاع الدي عشان هما برضو عن طريق الترنيت، بس حرف الزد من الناحية التانية. يعني بص حرف الزد اللي انا هعمله لك باللون البينك ده اهو، الخط ده كده مع الخط ده كده مع الخط ده كده، اللي باللون البينك ده حرف الزد واضح جدا قدامك اهو، هيخلي لك ان الدي زي البي، هما الاثنين ايكوال بعض دايركت مباشرة عشان برضو من خلال الالترنيت انجلز. يبقى زير فور تاني انه ميجر اوف الانجل بي هلان هي ايكوالز ميجر اوف الانجل دي، وهما الاثنين هيكونوا عبارة عن 50 لان هما برضو جايين عن طريق الالترنيت. ممكن واحد يقول لي طب ما انا ممكن بقى اجيب الدي برضو عن طريق 180 ماينس الاثنين دول اللي هو ال 60 مع الاي اللي احنا جبناها. هقول لك صح برضو، مفيش مشكلة. طيب كده احنا جبنا كل الانجلز المتواجدة في الترينجل الاول والترينجل التاني بدون ادنى مشكلة. هخش مع بعض حبايبي على كمان اكزامبل ونشوف مع بعض بيتكلم عن ايه. ده من ضمن الاسئلة المهمة جدا يا حبايبي اللي بتتكرر معانا في الامتحان. بيقول لي ان انا عايز الانتيريور انجلز بتاع الترينجل اللي اسمه اي بي سي. الاي بي سي الترينجل الكبير خالص يا حبايبي، انا عايز الانجلز بتوعي منه. يعني عايز اعرف ميجر اوف انجل اي بكام، عاوز اعرف ميجر اوف انجل سي بكام، عاوز اعرف ميجر اوف الانجل بي بكام. طبعا سهل جدا عليا ان انا اعرف اجيب سي. ليه؟ عرفت منين؟ ما هقولك. هو مش الخط بتاع اي اف ده مع الخط اللي من تحت ده كده واضح ان هما بارلل، ولو جيت وصلت ما بينهم كده فيعمل لك حرف الزد. يبقى الانجل دي ايكوال الانجل دي عن طريق الالترنيت. اه فعلا ده اللي انا هكتبه في الاول. هنقول له سنس ان احنا معانا انه الدي بيلونج للاي بي، وانه الدي اف ستريت لاين بارلل للبي سي. يبقى زير فور الانجل اللي بالكيرف
او اللي معمول عليها 70 دي اسمها ايه بالثلاث حروف؟ اسمها اف اي سي. دي هتكون ايكوال سي على طول، ايكوال ميجر اوف الانجل سي، وهما الاثنين هيكونوا 70 عشان هما جايين عن طريق الترنيت انجلز. كده احنا جبنا اول انجل معانا اللي هي بتاعت السي. واضح جدا ان انا هنا في السؤال معايا حرف الاف. واحد يقول لي يا مستر فين هو حرف الاف ده؟ هقول لك يا حبيبي الخط اللي باللون الاخضر اللي هو بتاع البي سي ده، مع الخط اللي باللون الاخضر اللي هو بتاع اي اف ده، مع الخط اللي بيصل ما بينهم ده، اف جايه لك كده. فالانجل بتاعت الاي دي اي اللي هي بسكست دي هتكون ايكوال البي دايركت عن طريق الكورسبوندنج انجلز. فانا اول حاجه برضه هقول له زير فور على طول برضه، لو ما انت قلت البارل مره خلاص هستنتج ان الميجر بتاعت البي دي يا مستر تحديدا هيكون ايكوال للسكست اللي هي اسمها بالثلاث حروف اي دي اي او اي دي اي اي دي اي، وهما الاثنين هيكونوا عبارة عن 60 ديجري يا مستر عشان هما جم عن طريق الكورسبوندنج انجلز. كورسبوندنج انجلز كده سهل عليا جدا انه لما السي معايا ب 70 والبي معايا ب 60 يبقى نقدر نجيب الاي سهلة خالص، هنطبق قاعدة الانتيريور انجلز. فانا هقول له سنس انه السم اوف انتيريور sum of interior angles of ال triangle الكبير اللي هو اسمه ABC. ال interior angles بتوعي يا مستر عبارة عن 180 degree، يبقى therefore انه ال measure of ال angle A بقى هتجاب عن طريق 180 minus ال 60 plus ال 70. فالإجابة في الآخر خالص يا مستر هتدينا 50 degree. طيب خلي بالك ان ممكن واحد تاني كان يجاوب اجابات تانية ازاي؟ يقول لي ان دي 70 يبقى اللي قصادها هنا ب 70 عشان طريق هما vertically opposite angles، فالايه هنا هنجيبها عن طريق الانتيريور انجل بتاع الترينجل الصغير. هقول لك برضه صح لو واحد كان اشتغل لي بالطريقه دي يعني. اوكي السؤال اللي بعد كده حبايبي تعالوا مع بعض نشوف هو بيتكلم على ايه. معانا مع بعض سؤالين نركز مع بعض فيهم يا حبايبي كويس قوي. اول سؤال هنا بيقول لي completing by proof، انا عايزك تجيب لي باستخدام البروف بتاعك الميجر بتاع البي اي دي. لما نيجي نمشي بالحروف بتاعتنا على الانجل اللي هو طالبها مني اللي هي اسمها بي اي دي، هلاقي ان هو عاوز الانجل اللي انا عامل عليها كيرف باللون الاحمر. وعشان اجيب الانجل دي تحديدا لازم حتما ولا بد ان انا اجيب الانجل اللي جنبها اللي هي بالكيرف الازرق. وعشان اجيب الانجل اللي بالكيرف الازرق ممكن ان انا لازم اجيب الانجل الاول اللي بالكيرف الاخضر. وعشان اجيب الانجل اللي بالكيرف الاخضر هيبقى معايا اخضر مع 40، يبقى الازرق بقى هجيبها عن طريق 180 ماينس الاتنين دول. وعشان اجيب الانجل اللي بالكيرف الاخضر يا حبايبي واضح جدا ان في السؤال اللي قدامك في حرف يو واضح للشمس. الخط بتاع دي اي مع الخط بتاع بي سي مع الخط اللي هو بيصل ما بينهم بهذا الشكل، ده بيعمل لك حرف اليو. فانا هقول له يا مستر سينس انه الدي اي از بارلل تو سي بي، يبقى زير ان الميجر بتاعت الدي لما اعملها بلس مع الميجر بتاعت السي هلاقي ان هي عبارة عن 180 ديجري عشان هما في وضع الانتيريور، في وضع الانتيريور انجلز. يبقى زير انه ميجر اوف انجل سي يا مستر اقدر اجيبها عن طريق 180 ماينس ال 100، فالاجابة بتاعتي هتديني 80 ديجري. يبقى السي هنا احنا جبناها ب 80 ديجري دلوقتي ومعانا دي 40، ما نعرفش نجيب الانجل اللي بالكيرف الازرق حليناها 100 مره،
بس قبلها قبل ما نجيب ما ننساش ان احنا نقول since انه sum of interior angles sum of interior angles of the triangle اللي هو اسمه ABC ال interior angles بتوعه ب 180 degree يبقى therefore ال angle اللي بالكيرف الأزرق اللي هي اسمها BAC أو CAB ال angle دي هتتجاب عن طريق 180 minus هنفتح bracket 40 plus ال 80 جبنا ال angle اللي هي بالكيرف الأزرق اللي هي اسمها BAC. نقدر بقى نجيب اللي بالكيرف الاحمر سهل خالص عن طريق اول حاجه هقول له سينس ما دام احنا عندنا الميجر بتاع السي اي دي. بصوا يا حبايبي سي اي دي على نفس الخط اسمها از ستريت انجل از ستريت انجل يبقى زيرفور ان الميجر بالكيرف الاحمر اللي هي اسمها بي اي دي اللي احنا عاوزين نجيبها هنقول له 180 ماينس الكيرف اللي جنبها اللي هو كان بالازرق اللي احنا جبناه كان ب 60 يبقى 180 ماينس ال 60 فهتدينا 120 ديجري في الاخر. ده بالنسبه لحل السؤال ده يا حبايبي. هنيجي نخش مع بعض على السؤال اللي بعده وسهل جدا برضو ان انا اجيب كل الانجل اللي موجوده اللي هو عاوزها. هو بيقول لي هنا عايز الانجلز بتوع تريانجل اي بي سي يعني انا عايز اعرف الانجل دي بكام وعاوز اعرف الانجل دي بكام وعاوز اعرف الانجل دي بكام. طيب ما هو سهل جدا ان انا اجيب سي. واحد يقول لي ازاي؟ هقول له ما انت عندك حرف اليو اهو يا بابا اللي انا عامله باللون الازرق ده كده واضح جدا ان هو قدامك حرف يو وما دام حرف يو يبقى انا هطبق الانتيريور انجل عشان اجيب السي. بس قبل ما انا اقول اي حاجه لازم اكتب البارالل يعني سنس اكتب لي كلهم مرة واحدة يعني سنس ان دي اي بارلل للاف ار بارلل للبي سي يبقى ذيرفور انه دي اي هيكون بارلل للبي سي وانه الار اف هيكون بارلل للبي سي. خلاص هو ممكن نكتبها مرة واحدة وخلاص يعني. فاللي انا هستنتجه هنا حاجتين خلي بالك ان الميجر بتاع السي بلس الميجر بتاع الدي الاتنين مع بعض ب 180 عشان هما انتيريور. خلي بالك انه في حرف يو تاني معاك. ايه ده؟ فين؟ اهو الار مع الاف والاف مع البي ثم البي مع السي برضه بيعمل لك حرف يو باصص ناحية الشمال. اللي بالازرق حرف يو باصص ناحيه اليمين واللي بالاخضر حرف اليو باصص ناحيه الشمال. فهستنتج من خلال حرف اليو اللي من ناحيه الشمال ده انه برضو زيرفور ان ميجر اوف الانجل اف بلس ميجر اوف الانجل بي هلاقيهم ان هما الاثنين برضو مع بعض ب 180 عشان هما برضو انتيريور انجلز. يبقى من خلال حرف اليو اللي باللون الازرق اقدر اجيب اقول له ميجر اوف الانجل سي هتتجاب عن طريق 180 ماينس ال 120 فهتدينا 60 ديجري واقدر اقول له ان ميجر اوف الانجل بي هتتجاب عن طريق 180 ماينس ال 135 فالاجابه في الاخر هتدينا 45 ديجري. طيب اصبح معايا ان الانجل بتاع البي جبناها والانجل بتاع السي جبناها نقدر نجيب بي اي سي عن طريق الانتيريور انجلز. فهنقول له سنس انه السم اوف انتيريور انجلز اوف التريانجل اللي هو اسمه اي بي سي الانتيريور انجلز بتوعه يا مستر ب 180 ديجري يبقى زيرفور ان الميجر اوف الانجل بي اي سي هتتجاب اللي هي بقى الانجل الاخيره عن طريق 180 ماينس ال 60 بلس ال 45 فالاجابه هتدينا 75 ديجري. يبقى احنا كده جبنا الثري انجلز بتوع التريانجل للراجل ده حوصه. تعالوا نشوف بقى مع بعض يا حبايبي اسئله الكومبليت والتشوسز اللي بتجيلنا على الموضوع ده. أول حاجة يلا نقراها مع بعض واحدة واحدة. The sum of measures
of interior angle of a triangle طبعا equal 180 degree. إذا أول سؤال ما فيهوش مشكلة. تاني سؤال بيجي لي complete في الامتحان بيقول لي إنه the measure of exterior angle of a triangle is equal to the sum of two angles inside the triangle non-adjacent. يعني ايه الكلام ده؟ يعني بيقول لي الاكستيريور انجل بتاع اي ترينجل في العالم بيكون ايكوال تو ذا ايكوال ذا سام اوف تو انجلز انسايد ذا ترينجل اللي هو تو انجل جوه ترينجل بس ما عدا الادجيسنت انجل، ما عدا الانجل اللي هي جنب الاكستيريور نان ادجيسنت وخلاص. السؤال اللي بعده ذا ميجر اوف ان انجل ان ا ترينجل is equal to the sum of measures of two other angles in a triangle, then this triangle is called a نقط. بيقول لك وده لسه قايلينه على فكرة، لما احنا نلاقي انجل معينة في تريانجل معين لقينا ان الانجل دي لقيناها ان هي equals السم بتاع الميجرز بتاع التو انجلز التانيين، يبقى التريانجل ده is a right is a right angled triangle. If the measure of an angle in a triangle لقيناها ان is greater than السم بتاع الميجرز بتاع التو انجلز التانيين، يبقى التريانجل ده نوعه هتلاقي ان هو اسمه اوبتيوس، لان الاوبتيوس فعلا الانجل اللي هي بتاع الاوبتيوس بتبقى مفتوحه قوي، يعني بتلاقي ان هي اكبر من السم بتاع الاتنين التانيين. عشان كده ممكن اجيب لك سؤالين بس بصيغه مختلفه تانية. بيقول لك لو انت عندك الميجر بتاع الاي والميجر بتاع السي هما الاتنين عملناهم بلس بعض فادانا الميجر بتاع البي، اذا في انجل معينه ايكوال السم بتاع التو انجلز التانيين يبقى الميجر بتاع البي دي تحديدا ايكوال 90. اما لو لقيت ان في انجل معينه اكبر من السم بتاع التو انجلز التانيين يبقى البي دي از اوبتيوس، نوعها هيكون از اوبتيوس. It's possible to find a triangle، من الممكن إيجاد triangle معين each of its interior angles is of measures 180 degree، طبعا زي السؤال الأولاني خالص. أما أسئلة الـ choices معانا حبايبي بيقول لي هنا إيه؟ A triangle contains two نقط angles at least، أي triangle في العالم بيحتوي على two acute at least، يعني على الأقل لازم يكون معاه two acute، يعني right angled triangle عنده two acute والاوبتيوس انجل دي ترينجل عنده 2 اكيوت، لكن الاكيوت انجل دي ترينجل عنده 3 اكيوت، يعني عنده على الاقل 2 اكيوت. فعشان كده اي ترينجل في العالم عنده على الاقل 2 اكيوت. The sum of measures of interior angles of a triangle equals the sum of measures of نقط انجل of a straight angle، طبعا لان الانتيريور انجلز ب 180 degree والستريت انجل هي كمان ب 180 ديجري، فهو عشان كده بيقول لك الصم بتاع الميجر بتاع الانتيريور انجلز هو الميجر بتاع الستريت انجل، لان الاثنين مع بعض ب 180، ده ب 180 وده ب 180. معانا ترينجل الانجل اكس بكذا والانجل واي بكذا عايز الزد، طبعا تافهه خالص 180 ماينس ال 50 بلس ال 100، فالاجابه بتاعتي في الاخر هتدينا 30. طب معانا الصم بتاع تو انجل مع بعض ب 110 وعايز الانجل التالتة، برضه سهلة 180 ماينس 110 تدينا 70. If the measures of two angles in a triangle واحدة ب 35 واحدة ب 45 يبقى زين تريانجل ده نوعه هيكون اسمه ايه؟ طبعا وانا اجيب الانجل التالتة عن طريق 180 ماينس ال 35 بلس ال 45، وبالتالي هنا دي كده هتبقى ب 100، فلما الانجل التالتة ب 100 يبقى الترينجل ده هيبقى نوع اسمه اوبتيوس. السؤال اللي بعده بيقول لي ذا ميجر، والسؤال ده مهم، الميجر بتاع الاكستيريور انجل بتاع الايكواليترال ترينجل من اي فيرتسيز بتكون ايكوال كام 180؟ جت منين؟ لان انت حبيبي الايكواليترال ترينجل ده
كل انجل من جواه ب 60 ديجري، فالاكستيريور انجل هي الانجل اللي جنب ال 60، فهتيجي عن طريق 180 ماينس ال 60، فالاجابه هتدينا 120 ديجري في الاخر. بكده يا حبايبي نكون خلصنا افكار الدرس الاولاني من الترينجل. هيبقى معانا تكمل الدرس الترينجل في حلقه جايه ان شاء الله، نشرح فيها برضو حاجات وثيرمز مهمه. اتمنى لكم كل التوفيق باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله.